السلام عليكم شباب بريبوان ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكزام نمبر 8 المنوفية جوفرنوريت فرع الجبرا اند ستاتستكس لسنه 2022 يعني ده امتحانات السنه اللي قبل اللي فاتت ودي مهمه جدا انك تحل السنوات السابقه كلها تفرق معاك جدا طبعا يا شباب هنسيب لكم لينك البلاي ليست في الكومنتات والديسكربشن للجبرا والجيومتري ادخل على اللينك اعمل له سيف عندك عشان تشوف كل امتحانات اللي هتنزل واللي فاتتك كل انواع الامتحانات اللي هننزلها فيما تخص بريبوان تعالوا بقى نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاه والسلام على رسولنا الكريم في نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر نمبر 1 ذا بروبابيليتي اوف ذا سيرتين ايفنت از السيرتين اللي هو حدث المؤكد اللي هو هيحصل 100% 100% اللي هو 1 نمبر 2 نيجاتيف 4 سي التوتال باور زيرو طالما اي حاجه جوه كده كسبت الزيرو طبعا اهو سي نوت ايكوال تو زيرو باور زيرو يبقى الانسر لازم يكون 1 دي رول خدها رول كده نمبر 3

Number 4 2 half the number 2 power 8 مهمه جدا دي half in number 2 power 8 يعني divided by 2 طبعا البيس ايكوال يبقى keep the base and subtract the powers 8 1 تبقى 7 Number 5 multiplicative inverse of the number 3 power -2 is الmultiplicative inverse مبدئيا الباور ده بالنيجاتيف ينزل تحت كده بالبوزيتيف من الاخر. 3 باور 2 9 الملتبليكاتف انفيرس لل 1 over 9 تبقى 9 over 1. نمبر 2 بيقول لي كومبليت نمبر 1 2 5 11 20 طيب واضح كده ان هنا في increase 3 وهنا 6 وهنا 9 يبقى اللي جاي 12 12 بلس 20 تبقى 32. نمبر 2 بيقول لي a fair die is rolled once then the probability of appearing the number 4 on the upper face. طبعا اول ما يقول لك die ال dominator 6 على طول لان هم 6 faces من 1 ل 6. طيب ابيرنج ذا نمبر 4 النمبر 4 ده كام نمبر عشان في طلبه بتكتب 4 اوفر 6 وده غلط هو نمبر 1 ظهور الرقم 4 هيظهر مره واحده يبقى 1 اوفر 6 نمبر 3 9 اوفر 16 4 over 3 power كام طيب مبدئيا لو لاحظت ان 3 باور 2 تديك 9 وال4 باور 2 تديك 16 بس هما مقلوبين عشان نرجعهم لازم يبقى الباور نيجاتيف عشان ده يتعكس ونيجاتيف

7 نمبر 3 لتر A بيقول لي find the solution set in Q نمبر 1 3x plus 2 equals A ال 2 دي تروح هناك بالنيجاتيف يبقى 3x equals 8 2 8 minus 2 equals 6 يبقى ال 6 divided by 3 واللي هي 2 يبقى ال solution ب 2 التانية ال دايما بتجيب لك equation و inequality 3-2x less than or equal 7 3 تروح هناك بالنيجاتيف يبقى النيجاتيف 2x less than or equal 7-3 7-3 اللي هي 4 هنعمل هنا divided by negative 2 وهنا divided by negative. يبقى ال x greater than or equal ال positive divided by negative negative وال well 4 divided by 2 2 يبقى solution set x where x belong to q x greater than or equal negative 2 لازم الستاندرد فورم دي ما ينفعش تكتبها كده بس وتسكت letter B بيقول لي the sum of two consecutive even numbers is 42 find the two numbers مجموع عددين زوجية متتالية يبقى هتسمي ال numbers x و x plus 2 اعمل لهم بقى summation x plus x plus 2 equal 42 x plus x تبقى 2x plus 2 equals 42 2 تروح هناك بالنيجاتيف يبقى 2x equal 42 minus 2 42 minus 2 تبقى 40 يبقى x equal 40 divided by 2 واللي هي 20 النمبر الأولاني كده 20 النمبر اللي بعده 22 يبقى the numbers 20, 22 هات لي بقى السوليوشن كامل كده بعد كده نمبر 4 لتر اي بيقول لي فاين ان ذا سمبلست فور ذا فاليو اوف 4 باور 7 تايمز 4 باور نيجاتيف 2 اوفر 4 باور طبعا الباور اللي بالنيجاتيف ده هينزل تحت بالبوزيتيف واهو هنا كيب البيز اند اد الباورز 2 بلس 5 7 كيب البيز اند سبتراكت الباورز ان هي تقلب الديفيجن 4 باور 7 باور 0 ايكوال 1 لتر بي بيقول لي فاين

نمبر 5 لتر A نمبر 1 بيقول لي بوت النمبر اللي قدامك ده in the standard 4 عايز الساينتفك نوتيشن يعني تعال نعملها manual وبعدين بالكالكليتور نتاكد بيها البوينت ده تتحرك عايزينها دي 1 2 3 4 5 اشمعنى وقفت هنا مستر لازم النمبر بتاعك يبقى جريتر ذان اور ايكوال ال1 اند ليس ذان ال10 طب اتحركنا كام كده 1 2 3 4 5 تحركنا ناحية الرايت تبقى negative 5 يبقى shift مود 7 9 ونكتب النمبر بتاعنا تبقى 2.3 times 10 power negative 5 number 2 find the result of 2 plus 6 times 2 power 2 divided by 8 minus 3 طبعا هنعمل circle هنا سيركل هنا تبقى 2 بلس 6 تايمز 2 باور 2 تبقى 4 اي ديفايدد باي ال ماينس 3 اعمل السيركل بتاعتك كمل زي ما انت 6 ديفايدد باي ملتبلايد باي 4 24 24 ديفايدد باي 8 تبقى 3 2 بلس 3 5 5 ماينس 3 2 يبقى كل ده يطلع معانا ب 2 لتر بي A card is drawn randomly يعني سحبناه كده عشوائيا فروم 20 كاردز نمبرد فروم 1 تو 20 مترقمين من 1 ل 20 كاردز يعني رايت ذا سامبل سبيس اكتب السامبل سبيس بتاعتك طيب للسامبل بتاعتك سبيس اول حاجه 1 2 3 4 انت ممكن تعمل نقط خلي بالك بس انا حابب اكتبهم كلك لسبب كده 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Number one, the probability of getting a number divisible by three. Of getting a number divisible by three. Divisible by three? Yeah, three, with six, with nine, with twelve. وال15 وال18 كام نمبر دول 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 اوفر التوتال اللي هو 20 طبعا لازم تعملها في السمبلست فور 6 ديفايدد باي 2 3 و20 ديفايدد باي 2 10 عايزين بقى البروبابيلتي of getting a perfect سكوير نمبر يعني ايه بيرفكت سكوير نمبر؟ يعني نمبر نقدر ناخد له سكوير روت. فين النمبرز اللي هنا؟ ال1 طبعا، ال4 لان سكوير روت اوف 4 تو ال ال9، 16، كام نمبر دول؟ 1، 2، 3، 4، اوفر 20 4 ديفيدد باي 4 يكوال 1. 20 ديفيدد باي 4 يكوال 5. كده يا شباب يكون انتهى الاجزام، نلتقي في الاجزام القادم ان شاء الله، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. للاستفادة الأكبر والأكبر طلبت جميع المراحل عرض السنة دي مش هيتكرر عرض الأونلاين <applause> طلاب البرايمري جريد 4 و 5 و 6 زي ما هو موضح كده سعر السيشن 30 جنيه للطالب سعر رمزي السيشن بتبقى طالبين مدتها ساعة وساعة كافية جدا ووافية وده عن تجربة لأنه منهجهم سلس وبسيط رغم أنه كبير ككم لكن سهل وبسيط وإن شاء الله نخلصه في وقته وكده كده معانا مرونة إن إحنا نزود سيشن زيادة أو كده ونظبط الدنيا. بالنسبة للطالب بريب 1 بريب 2 بريب 3 زي ما هو موضح برضو بريب 1 تبقى الميزة فيها ان هي لطالب واحد فقط وده عرض برضو استثناء السنة دي لان الموضوع ده هيتغير هيبقى جروبس من السنة الجاية هيبقوا اتنين وتلاتة فالموضوع السنة دي استثنائي 40 جنيه لطالب بريب 1 50 جنيه لطالب بريب 2 و60 جنيه لطالب بريب 3 برضو وقت الحصة ساعة رغم ان هو طالب لوحده ان وقت الحصة ساعة وزي ما هو موضح اهم حاجه انك تكون محمل ابلكيشن جوجل ميت هو متاح معانا زوم برضو بس ابلكيشن جوجل ميت افضل كتير من زوم فهو ابلكيشن سهل وسلس وبسيط بتحمله من على البلاي ستور بتكتب جوجل ميت ينزل معاك بكل سهوله وطبعا الدفع بيبقى عن طريق فودافون كاش وباكد انه تاكيد السيشن بيبقى بدفعها مسبقا لان احنا مش بنبدا نشتغل او مش بنبدا السيشن غير لما تكون مؤكده مسبقا السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب بيكرر فيها يحل فيها اكزامز طب يا مستر ما انت بتحل لنا الاكزامز افترضنا ان في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاونلاين اكتر طالب حابب نحل قبل ما يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها طالب حابب يراجع ويبدا المنهج من الاول في وقت يا مستر اه ان شاء الله في وقت رغم ان احنا في خلاص فاضل وقت قليل عن الامتحانات الا انه نقدر نشرح المنهج كاملا بامر الله لان احنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم وحصلت مع طلبه كتير طيب حابب نحل اكسرسايز بتاعت لسم معين ريفيجن نشرح اجزاء معينه من المنهج مجمع شويه اسئله واقفه معاك وحابب تفهمها اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه ونشتغل على نقط الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها فالسيشن دي هتفرق معاك جدا وبالاخص ان هي السنه دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصه والحق تواصل معانا على الواتساب والحق احجز ميعادك قبل ما المواعيد تكتمل وفي الاخير يا شباب اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للاونلاين احنا بنحاول بامر الله ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات خلينا كل الاختبارات التراكميه فما تبخلوش مع علينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناه تنتشر وتكبر كومنتاتكم الايجابيه صدقوني بتبقى دافع كبير لينا عشان نكمل وفي الاخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنه عن اللي قبلها واتمنى لكم في الاخير كل التوفيق شكرا والسلام الله عليكم